الكراسماء بالضبط، لكن في جريدتين يمكن هي اللي ومن كم هي معروف انتمائها النادي معين، فتشد تجيب كلام كثير واغلب الكلام مو صحيح، كلها انه زرع مشاكل او وابغى راي الاستاذ فيصل فيها. واذا سمحت لي في النقطه الثانيه، يمكن انا عندي اكثر من نقطه، معليش اخوي سلطان. طيب تفضلي. النقطه الثانيه التحكيم اللي هو التحكيم السعودي. طبعا احنا نتمنى انه التحكيم السعودي يكون تحكيم قوي وتحكيم متميز، سواء من خلال يسوي لهم دورات، يصير اشياء كثيره. اتمنى انه كل الدوري السعودي يحكمه حكام سعوديين. بس صراحه الشيء اللي حصل والشيء المخجل اللي حصل في مباراه الهلال والتعاون، طبعا انا ما اقول ان الهلال الفريق الوحيد المظلوم، الحكم بشر ويخطي، ممكن مره يساعد هالفريق ومره ينقص هالفريق، لكن خاصه مباراه الهلال والتعاون كل انسان عاقل ومنطقي واقعي يتابع المباراه، كانت قرارات الاستاذ والحكم مطرف القحطاني جدا غريبه، سواء في التعامل مع عيده الهلال، ضربة جزاء واضحة قدام عينه، حتى ما كان يلتفت في اللاعب، كان كأنه بسرعة يبي يقول مرمى، طريقة توزيع الكروت، طريقة الرد على لعيبة الهلال، فكانت أنا ما بيقول إني إنه نيته وندخل في النوايا، لا والله، لكن شيء غريب صراحة عليه أكثر من علامة استفهام. والنقطة الثالثة الأخيرة بالنسبة للإعلام السعودي، ولا مو الإعلام، أما خص بعض الصحفيين، مثل برنامج طلع على قناة الدوري والكأس، فيه الصحفي عدنان جستنية والأستاذ فهد الروبي، صراحة طلع برنامج يعني مخجل والله العظيم يا أخوي سلطان، إني أنا قاعد أتابعه وعلى قناة قطرية طبعا شقيقة، لكن قاعدين يتكلمون بأسلوب بصراحة يعني أنا أقول ممكن أي مشجع ما يتكلم في الأسلوب. أوكي تنافس شريف الرياضة طبعا، ما فيها شيء ان الواحد يتكلم عن فريقه ويذكر، لكن فهد الروقي وعدنان جستنيه يسيئون للرياضه السعوديه بصراحه. يعني ما يضيفون، انا احس انهم قاعدين يسيئون للرياضه السعوديه، ولو يعني ممكن لو انا في قناه سعوديه الواحد يقول ممكن، لكن على قناه الدوري والكاس واحس انهم يطاوعون يستجيبون للمذيعين اللي يسحبونهم على كيفهم، يعني يبغون يتكلمون في الموضوع هذا يتكلمون في الموضوع هذا، فهم متهورين يعني للاسف ما عندهم ركاده. في اقول في محللين انا استانس برايه مثل الاستاذ فيصل، عندك فيصل ابو اثنين، تركي الخليوي، طارق التريجي اتوقع اللي كان نائب رئيس الهلال، في ناس صراحه انا استفيد منهم والجمهور يستفيد منهم، والله العظيم اخوي سلطان انه اغلب الجمهور الان يعرف، مجرد ما يتكلم المحلل او المذيع يعرف هذا الانسان واقعي قاعد يتكلم عن شيء واقعي، يقول الحق والباطل ما يذكره، لكن في ناس ما ادري هم يستغفلون او، فصراحه حبيت اعلق على اكثر من موضوع. ممتاز. لكن هذا اللي تكلمت عنه، طبعا انا اشكركم على البرنامج الناجح. الله يرضى عليك. الامير عبد الرحمن مساعد، واتمنى انه بس في الاجانب، نقطه الاجانب، انه اذا كان في امكانيه انه يستبدل العربي، انا العربي لاعب كبير معروف له سي في جيد جدا، بس انه اتوقع انه ما طريقته ما تخدم او طريقه الهلال ما تخدم العربي كثير، وما شفته المهاجم المتميز، كذلك الكوري والله صراحه في من مباراه الاتحاد. ايش رايك لو استبدل العربي ومع هذه التشكيله يلعب ياسر القحطاني، مو افضل؟ جدا والله العظيم انه اكثر من مشجع هلالي يقول صح؟ يعني حيتاقلم مع هذه التشكيله بسرعه ياسر. بالضبط ياسر، انا متاكد انه ياسر انه يمكن ما رجع مستواه الحقيقي، لكن انا متاكد بعد رجعته لو رجع من العين مع هذا الفريق حتوصلوا كثير كور هذا الفريق امام الباب في شيء كثير. طيب عبد المجيد، ومحور دفاعي ودنا محور دفاعي، محور دفاعي صح، الهلال محتاج محور، مو محتاج زي هرماش، محتاج واحد يكون احنا تكلمنا من اول انه محتاج واحد ساتر دفاعي ممتاز. هرماش لعبه ممتاز وعنده امكانيات عاليه، لكن مشكلته انه يتقدم كثير. مو هذا احنا امس كنا بنتكلم، بيتقدم كثير وبيمسك كوره كثير، هو حيعطل هجمه الهلال. طيب عبد المجيد، عبد المجيد ابوي، في محور دفاعي خاصه دفاع الهلال يعاني، ترى فضل الله في المساهمة وساوي صراحه مجتهد وما قصر، يعني المرشدي عليه اخطاء، لكن لما كان رادوي فيه كيف كان الهلال؟ كان مقصر ما صح. طيب عبد المجيد ابوي، بس نقول على النقطه الاخيره باختصار على اساس انه في اتصالات وقت البرنامج. النقطه الاخيره اقول لك شكرا.
الله يرضى عليك. شكرا للاستاذ فيصل. الله والله يوفقكم ان شاء الله. وبرنامجكم جميل وواقعي جدا والله يوفقكم. على راسي والله عبد المجيد. تسلم عبد المجيد. شكرا لك. شكرا لك. طيب اسامه معنا الاتصال اللي بعده. اسامه معلش طولنا عليك انت وسعد وعقاب واللي بعدكم. اسامه صباح الخير. صباح النور. يا هلا وسهلا حياك الله. واحد تفضل يا اسامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل انت على الهواء. ايوه اخويا امس علي اصب عليكم انت والاخ صالح فيصل بركاته. بس حبيت اعلق على نقطتين. طيب تفضل. بمشي لك صالح لانه ما في صالح في الاستوديو. فيصل با محرز. طيب تفضل يا سالم. اول نقطه اللي هي قصه ابو سبعان. يعني انا شايف الهلالي يعني انا كمشجع اتحادي شايف الهلاليين يقول هم انظلموا في هذا الخيار. طيب انا بتكلم عن لما اللي تفكر معي حركة الحسن كيسة اللي توقف تسوبها طريق برد الشعبية بعدها لما جاء إيمانة وشو الحركة ما سووا له شيء ولا سووا ولا اعطوا اي قرار. لما جابوا سبعان وجاء دعس اوكي في توقيف توقف لكن كذا الجماهير تقوم وال يعني الاعلام صراحه شايفه شيء غريب. النقطه الثانيه اللي هي عن التحكيم. الاخ اللي قبل شوي كان بيتكلم عن التحكيم في مباراه الهلال والتعاون وكان بيشوف انه التحكيم ضد الهلال والهلال مظلوم. طيب انت لو ترجع معي الايام عام 2001 لما كان نهايه الدوري بين الاتحاد والهلال لما باسم اليام سجل هدف ولغى الحكم واعطاه الكرت اصفر. يعني لو تبقى اللي انت تقصده حقت النزهان وظافر ابو زنده. ايوه ايوه لو ترجع للتاريخ حتلاقي يعني الاتحاد يعني من ناحيه الظلم يعني كل سنه لازم يكون في شيء كذا يعيق الاتحاد. فانا اشوف الهلالي يعني زودوها شويه يعني كل ما طلع شيء عن الهلال بدا يدور وهذا وبس هذا اللي حبيت. طيب ممتاز يعطيك العافية يا أسامة. الله يعافيك. شكرا لك حبيبي. طيب ناخذ اتصال بعد سعد. سعد صباح الخير. هلا صباح النور. هلا حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. خير سلطان. حياك الله. كابتن فيصل. الله يسعد لي صباحك إن شاء الله. تفضل. أستاذ سلطان قبل كل شيء أنا ودي أثني على البرنامج وأوجه تحية تقدير لجميع القائمين عليه. ده على رأسي والله. صراحة فترة بسيطة يعني وضع بصمة مميزة. هذا شيء يدعو للفخر والله إني أنا في ناس يسمعونه. والمتابعين والمستمعين بأمانة طرح راقي وطرح حيادي وطرح متميز. وهذا شيء بأمانة مفتقدينه يعني. على راسي والله يا سعد تخجلنا انت كذا. بالعكس والله شاهد حق يمكن مني ومن جميع المستمعين. الله يعطيك العافيه. في شخص يسمعنا يخالف هذا الكلام يشرفنا يعني. والله يا سعد يشرفنا ان شاء الله ونقدم لكم الافضل ان شاء الله في الفترات المقبله. اكيد استاذ سلطان انا في البدايه اتمنى يعني هي رساله لجميع المستمعين الاعلاميين يعني اتمنى ان الجميع ينظر الكوره متعة وتسلة يعني ساحة حرب يعني وتصاريح وامور صرنا نشوف. خلك على الموجة السعودية الف الف اف ام. كرة اللعبة مرة 18 متواصلين معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الرياضي برة 18 معي ناصر طارق الغشيان رافقنا في الاستوديو الكابتن المحلل الرياضي فيصل با محرز. للتواصل معنا SCC 84777 موبايلي 640-660 وزين 746-262 بغيت انسى الارقام. برة 18 اسمك ورقم تليفونك هي الطريقه اللي تتواصل فيها معنا عبر الهاتف. حسين ابو زيد واسامه ايضا اسمعكم ان شاء الله في الكنترول. انا احاول اني اخلص اخبارنا اليوم بدري يا فيصل. عطنا الزبده في التحليل ها عشان ناخذ اتصالات من 12 ونص. طيب نكمل اتصالاتنا الحين. امل الدوسري. امل صباح الخير. امل امل صباح الخير. الو. يا هلا وسهلا. اهلا. هلا حياك الله. صباح اخبارك. الله يرضى عليك ويسلمك. صباح الخير. يا هلا وسهلا. تفضلي امل. انا راح اتحدث عن فريقي. ايه انا راح اتحدث عن هذا توماس دول. توماس دول روح خلاص. ايه ادنى راح الاخ اللي يقول ان ما التدريبات هذه حقت دول مدري شنو. انا اقول لا دول راح
راح معه خلاص يعني تخبطاته. يعني هذا الشيء اللي جالس يصير في الهلال ما هو من لمسات دول. لا. لأن أنا أتحدث عن فريق ثاني. طيب ممتاز. لحظة أنا أتمنى من الأمير عبد الرحمن مساعد. إنه خلاص يوقف يعني إنه هذا بشكل لا يصل يعني يجي آخر موسم ما بيجي الحين. وين جاء آخر الموسم مش بسيء تقصدين بداية الموسم القادم؟ بداية المعسكر هذا تجي. إيه مع المعسكر. يعني بيت سامي الجابر. طيب. كل هذا يعني اللي يشوف مسيرة الهلال شبابهم كل يعني من يعني مو بذاك اللي يقول هات كذا بالدول مدري شنو لا هذا سامي الجابر. طيب ممتاز. سامي الجابر له جهود يعني معروفة. طيب. وأنا يعني ما أكثر الكلام. ودي تحياتي لكل عشقات الزاين. حنو وغين وهذه نسيت أحذاري. طيب. تحياتي لكل الزعيم البشرين كل شجع برشا وله الزعيم. طيب يعطيك العافية يعطيك العافية يا أمل زعلتينا موضوع برشلونة شكرا لك يا أمل. لا 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 أنا من برشلونية صميم. طيب يعطيك العافية. حتى الحين زعلانة لأن الريال في الصدارة. أي ودائما دائما في الصدارة ما في شيء جديد. يعطيك العافية يا أمل. صراحة برنامجك مرة ذواق حلو. على راسي والله يا أمل. يلا. الله يعطيك العافية. شكرا لك. مرحبا. شكرا لك. طيب ناخذ الاتصال اللي بعده غلا. غلا صباح الخير. ألو. يا هلا وسهلا. أهلين. يا هلا وسهلا. تفضلي يا غلا. هي على الهواء تفضلي يا غلا. أول شيء كيف حالكم؟ الله يرضى عليك ويسلمك. حبيت أول شيء بارك للهلال على التفوق إن شاء الله دوم. بعدين حبيت أسأل ياسر بيرجع من العين للهلال ولا لا؟ نهاية الموسم على حسب العقد بيرجع للهلال. طيب فيصل شبابي. فيصل شبابي؟ إيه. لا فيصل وحداوي. خلاص قرار الوحداوي. لا مو بقرار هو معتزل وحداوي. طيب في شيء بتضيفينه يا غلا؟ كيف؟ في شيء بتضيفينه؟ طيب إن شاء الله أتمنى الفوز الهلال على الاتفاق المباراة الجاية. وبعدين أبي توقعات فيصل. للنهائي تقصدين ولا المباراة الجاية؟ للنهائي. النهائي في عندك إحساس الحين؟ طيب يعطيك العافية فيصل. طيب يا غلا في شيء بتضيفين أخير؟ حبيت أوجه تحياتي أخوي عبودي الحين يسمعني. وبعدين أطلب أغنية فيصل جاسم دلاك. ان شاء الله ان شاء الله الكنترول سامعينك ويسجلونك. شكرا لك يا غلا يعطيك العافيه على دخلتك. شكرا. خالد العمري. خالد صباح الخير. خالد صباح الخير. صباح النور يا هلا ابو خلود حياك الله. حياك فيصل. الله يحييك حبيبي. كيف حالكم؟ الله الله يرضى عليك سلام. تفضل يا خالد. والله بدي انا استطعنا كنت اتكلم عن توقيف ابو شبعان. انا اشوف انه يعني مستحق صراحه يعني حركه غير اخلاقيه يعني حصلت منه. يعني تلاحظ أنا بسأل كابتن فيصل يعني إيش الأخطر ضربة حسين عبد الغني اللي في سرعان كيف ولا ضربة أبو سبعان نزول أبو سبعان على ظهر كابتن يعني حقة عبد الغني أعتقد حقة أبو سبعان بصراحة أقوى أعتقد عشان داس أنت عارف هذا الله يكرمك البوت حبوب من تحت صح ولا لا هذا ممكن وعندك العضلات حقت شو اسمه الصدر الرئة من الخلف ومن الأمام هذه ممكن تنكسر صح ولا لا يعني خفيفة ضعيفة وهذه لو انكسرت صعبة تلاؤمها انت عارف هذه المنطقة خطيرة نعم وبرضه احنا نحسن يعني ان شاء الله ان الرجل ما هو قاصد لهذه الدرجة هو تأسف صح ما هو قاصد إذا لعب بس انا اشوف ان فيه تفاوت القرارات يعني ايه في تفاوت يعني طبعا تلاحظ معي بالذات يعني حسين عبد الغني لو بس يعني ياخذ ما اي لاعب يسوي حركه زي كذا يعني ما تلاحظ معايا ولا يتوقف ممكن طيب خالد ليش التفاوت هذا اللي موجود تتوقع يعني ليش والله انا اقول على الصحافه لها دور انا اقول لك على شيء يعني اللي عنده اعلام قوي يخافون منه اللي عنده اعلام ضعيف يجلدونه اقول لك شيء الاستاذ خالد حسين عبد الغني صار في الواجهه هو غلطان مو غلطان صار اي شيء يبدر وحسين عبد الغني يكون له صله في طرف فيه خلاص يعني حسين عبد الغني دائما غلط عليه من عارف من اشياء قديمه كانت تصير وهذا يعني في اشياء ممكن حسين عبد الغني الناس صارت نرفزه عشان يطلع منه شيء عشان يطلع اللي نرفزه او اللي سوى المشكله معاه هو المظلوم وحسين الظالم
هذه احنا دحين تعودناها الفترة اللي راحت. يعني اي مشكلة في حسين تتكلم برا انت برا في اي مكان تقول حسين صارت مشكلة حسين غلطان. يعني ما هم عارفين ايش الموضوع. احنا مشكلتنا هذه برضه الصحافه لها دور ترى. يعني انا بقول لك حركه نواف حركه المتابعه مع نواف العابد ما تكلمت عنها الصحافه ولا احد شاهدها في التلفزيون. انا متاكد انه ما كان صدر اي قرار. وانا مع الاخ اللي قبل شوي تكلم عن المفروض اي لاعب يعاقب المفروض يعاقب حتى المنتخب. انك لما تعاقب عن حتى يشارك في المنتخب الوطن هذا هو العقاب الصحيح. يعني المفروض اللاعب اخطا في ناديه نعم تستبعد عن مهما كان مستواه عشان تعاقبه فعلا اللاعب هذا. يا ابو سبعان الحين راح معه يبلع مع نواف العابد في المنتخب. اقول لا ايه ما في المنتخب يعني يعني انا لاحظ التفاوض والاعلام عندنا له دور في القرارات للاسف يعني الشديد. يعني برضه بالنسبه للاعبين الاجانب انا لاحظ يعني صراحه عندنا اللعيبه الاجانب يعني من كل يعني لاعب يجي في نادر زي هذا اللي انتقل للشباب انا ما لاحظ انه اي مردود فني على نادي الشباب. يعني اما خذين الاتحاد فاشل في نادي الاتحاد ينتقل نادي الشباب. يعني عندنا المساله اصبحت ضمان اجتماعي. يعني طيب يمكن اللاعب ما نجح والظروف ما خدمته في الاتحاد لكن الظروف ممكن تخدمه في الشباب. يعني خاصه ترى بوردوم هو اللي طلبه. بوردوم طلبه بالاسم قال ابغى ويندل ومشي يتارى هو تكلم قال في مؤتمر صحفي هذا تصريح البلطان. خلي عندنا بعض الانديه هم اللي يغيرون على كيفهم. طيب عندك رئيس نادي الاتحاد ايش يقول؟ يقول اللاعب مدرب ما يبغى والمدرب ايش يقول؟ المدرب يقول كنت محتاج رئيس النادي هو المدرب والرئيس والطبيب والمشجع وكل شيء. يا ساتر شلون يتحمل ذي الوظائف كلها طيب؟ والله هذا صراحة يعني الناس خارقين يعني صراحة يعني غريب يعني الناس ما أدري من فين جايين يعني من كوكب آخر. طيب يا خالد تقريبا والله أنا في يعني هذا الأخ اللي قبل شوي الكابتن الأخ أحمد الهلالي يعني كان تنافس يعني يغير وجهة نظره. التنافس لا زال قائم بين الأندية كلها يعني مهما كان الهلال ترى جلس قبل فترة يعني لو ترجع التاريخ جلس 17 سنة محقق بطولات. التحدي جلس 17 سنة محقق بطولات ما تحكم على نادي النصر يعني إنه يفوز الأيام هاي على نادي النصر. النصر يمر بمرحلة انتقالية وهذا الشيء طبيعي يحصل لأي نادي في العالم. وهذا الشيء طبيعي. بعد يعني أستاذ سلطان أنا كلمت أكثر مرة والمرة الثالثة أتمنى أن ولا ممنوع استضافة الأستاذ محمد الدويش عندكم في المدرسة. لا والله أبد ما هو ممنوع ولا هو بشيء. إيش دعوة؟ إحنا نستضيف استضفنا هنا شخصيات كل الأندية. القائد الرسمي ممنوع عندنا استضافة الأستاذ محمد الدويش. كيف؟ لا ان شاء الله راح يكون متواجد معنا باذن الله. اتمنى ذلك. وبرضه بالنسبه لحضور النساء في الاخت كان قبل شوي تقول حضور النساء انا قريت قبل يومين تقريبا في صحيفه عقاب الرياضي والله ما في الملعب الجديد اللي بنشوفه في مدينه جده ان شاء الله اللي تقريبا سمعنا عنه من قبل 20 سنه يقول لك تقريبا في بيحطوا مدرج خاص بالنساء لحضور المباريات والإعلاميات أيضا. خالد شوف عشان نكون صريحين احنا ما نبغى نفتح موضوع قضية يمكن احنا ما لنا على دراية بمحاورها بشكل عام. لكن شوف انت تتفق معي يمكن او الكثير يتفقوا معي ما راح اقول الكل يتفق معي الكثير يتفقوا معي انه لو في حال حضور العنصر النسائي في الملاعب السعودية لازم يكون في اجراءات نظامية بشكل فوق ما نشاهده بشكل الان في الملاعب السعودية لاولا نضمن فيه سلامة اخواتنا اللي بتواجدهم في الملعب. صحيح. وهذا اول شيء لان لا ارضى لا انا ولا انت ان اهالينا يروحون للملعب ويكون في خطر عليهم وخاصه يعني انك تعرف ان المناطق هذه مستحيل انها تكون في عوائل يعني اكيد انها بتكون يا نسائيه فقط يا ومنطقه انه الرجال فقط ما اعتقد انه راح يكون في عوائل جالسين مع بعض. نعم طبعا انا معك في الناحيه هذه يكون لهم مدرج خاص يكون لهم يعني حمايه امنيه كويسه يعني عليهم ويلت لهم شارع خاص يطلعهم من الملعب على بيوتهم والله عشان يبعدون من اشكال الفرح وما ادري بتشوف العالم بيفرحون واجد وبيتملحون واجد يعني انا يعني اشوف انه ما في اشياء يعني تحضر بتكون في موقع بعيد عن الرجال ولا خصوصيتها يعني تعرف مجتمع محافظ اكيد واهم شيء عندنا يعني هم يبقون يعني اخواتنا وامهاتنا وكلهم النساء يعني ما في شك ما يحتاج. برضه عندي كلمه اخيره احب اقولها تفضل.
يعني للأسف الإعلام تطرق لها. أتمنى تطرقوا ولا راح أضيف بعد كذا ولا تسألني ليش. لا لا خالد بتضيف وبتزن علينا لأن نسوي اللي تبونه، ما عندك مشكلة. لا 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 حركة سامر جابر قبل مباراة التعاون اللي هي بس فقط اللي هي قل بس ارجع لليوتيوب وشوفها وشوف الحركة اللي سواها سامر جابر قبل مباراة التعاون والهلال اللي انتهت 1-1 اللي حصل في المرمى بعد يوم انه يشيل الكاميرا قبل المباراة يوم انه يشيل الكاميرا. هي الكاميرا هذه متأكد؟ هذه كاميرا اللي فكها ما أدري متأكد زين. طيب برجع أشوفها ثاني مرة يا ساتر منك خالد. برجع أنا اللي أشوفه وقريت الخبر إن سامي فك الكاميرا على أساس إنه مخالف الأنظمة. هذا أنا ما أدري وش الأنظمة أصلا عشان هو خالف ولا لا. في من يبرر لسامي يعني ما شاء الله مخدوم من يوم كان لاعب يعني ما يحتاج. طيب قول يا خالد وش هو؟ بس هذا أتمنى يتطرق الإعلام. لمح طيب لمح 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 عشان العالم تتطرق. والله الذي برشار فيهم هم عارفين ايش الحركات اللي تحصل في الملاعب. للاسف الشديد حنستحي نقول كف هذا وهو مذكور في القران الاشياء هذه كان معروفه واشياء تحصل ترى في ملاعبنا كثيره في الامور هذه. يا رجل الله خير حافظ يا رجل، ما الشعب مسلم ان شاء الله ما في ذي الامور. اكيد الله الحافظ نعم، بس الاشياء هذه موجوده يعني ما احنا نازلين من السماء يعني احنا ناس برضه يعني. طيب شوف مو بدفاعا عن سامي لكن بشكل عام بغض النظر كابتن سلطان بغض النظر عن سامي غير سامي وسأل عندك كابتن فيصل الأشياء هذه موجودة في ملاعبنا ولا لا موجودة. طيب شوف بقول لك شيء الأمور هذه اللي أنت تتحدث عنها ربما تكون موجودة وهذا شيء أكيد ما نختلف فيه، لكن في أحد بيسويها عيني عينك من يتجرأ؟ خلنا نحسن النية بس يا أبو خلود، خلنا نحسن النية لأن لو في أحد بيسويها من تحت لتحت ما حد مسويها قدام الناس. لا لا يعني في أمور خلنا نحسن النية والله خير نحافظ إن شاء الله رياضتنا ما تتدخل في ذي الأمور. أكيد إن شاء الله الله يحفظك ويحفظ الجميع. آمين إن شاء الله آمين. ارجع اللقطة وشوف الالتفاتات بشوفها ثاني مرة وبرد عليك بكرة. يعطيك العافية خالد، شكرا لك يا خالد وانت لا شكرا لك. طيب عبد الله عسيري الاتصال اللي بعده. عبد الله صباح الخير ابوي. الو هلا حياك الله عبد الله. صباح الخير صباح الخير والله. يا هلا وسهلا حياك الله. مطول علينا الاخ النصراوي يعني. لا انت معنا عبد الله عسيري ولا مين؟ لا عبد الله معلش ما اسمع ليش بس الثلاثي يعني؟ لا انت عبد الله عسيري، انت يمكن عبد الله غير اللي عبد الله نعرفه. لا من المدينة حبيبي. ونعم والله يا عبد الله نعم حياك الله. اول شيء حاب اقول هاردك فيصل وجمهور الاهلي فاكرين طبعا هزيمة الاتفاق طبعا. انا حسيت ان جمهور الاهلي مصدوم صدمة يعني ما تمنيت ان ينصدم مثل الصدمة هذه. اما بالنسبة لفوز الهلال معتاد يعني الحمد لله خامس نهائي وان شاء الله حنتحقق الفوز. استغربت ان فيصل توقع الهلال يعني بصراحة. لا متوقع الهلال على المستوى اللي بيقدمه الهلال افضل. استغربت بصراحة مستغرب هذه الشيء فيصل دائما بالعادة ضد الهلال. لا انت لما كان مع دول الهلال انت بنفسك تنزل مباراة ما انت متوقع الهلال يفوز يعني بصراحة. اما الان لما تغير الوضع مباريات اللي راحت لازم توقع الهلال. انا توقعت يوم مباراة الهلال والاتحاد 2-0 للهلال وهذا اقل شيء. لا كانت من طرف واحد. طيب انا اقول لك شيء، اتغير الفريق ولا ما تغير؟ انا اشوف انها الحمد لله تغير طيب. أنا أشوف انت صرت انت دحين حتى لما تبغى تتفرج على الهلال صرت مطمن اكثر من اول صح ولا لا؟ أكيد. طيب انا على هذا المعطيات اتكلم بس ما اجي اتكلم ما يعني مو كرهم في الهلال والله اني احب الهلال يعني ويمتعني الفريق هذا. طيب عبد الله طيب. لكن النقطة اللي أنا بتكلم فيها الأخ المتصل اللي قبل شوي كان يتكلم عن مرحلة انتقالية للنادي المنافس اللي توقع ما في منافس الآن هو النصر. المرحلة الانتقالية هذه نسمعها ونتداولها وشفناها يعني مرات كثير يمكن هذه رابع إدارة تيجي وتقول مرحلة انتقالية والوضع زي ما هو ما يتطورون الا اذا تطور الاعلام النصراوي اكيد يعني له تاثير على الاعلام النصراوي قاعد يتكلم عن عينة سامي الجابر او شيء يعني الحمد لله يعني احنا مؤمنين بالاشياء يعني ما اتوقع الاشياء هذه حاصله يعني انا ماني عارف الشيء هذا يعني مغطي عليهم. انا اشوف النصر يرجع اذا ترك الهلال في حاله هذه هنا تبدا مرحله. اما انه يشوفوا سامي ايش يعمل في المرمى او ما ادري يعني انا مستغربت بصراحه في الحديث يعني الشيء هذا. انت عبد الله شفت اللقطه؟ والله انا شفتها وشوفها عيديه جدا. انا شفتها يفك شو اسمه يفك الكاميرا عيديه جدا كثير
مسيرة عادية جدا يعني. أنا الآن لكن ما أدري صراحة في ناس يشوفونها غير اللي إذا كان نصراوي توقع شوفها لأنه عنده معتقد سبحان الله إنه هلال أو كذا كذا ما ما أثر عليه طبعا. أنا أتمنى لهم يعني يعني ال 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 يطلع صحفي نصراوي يعني ينصحهم شيء يعني. أنا بشوف ماني عارف إلا النصر حاط يعني زي ما يقولوا دوب دوب الهلال يعني الهلال يعمل لوحده وماشي في طريق السليم الحمد لله. اسمع النصر يعني يشوف حال فريقه يعني ما له مال الهلال واللي يعمل الهلال يعني. أنا ماني عارف يعني هم يتابعوا الهلال سامي عامل سامي حق سامي جاء سامي ماني عارف يعني زي ما شالوا رادوي يعني بيشيلون سامي مثلا يعني ماني عارف. لكن النقطة اللي بتكلم فيها جزئية الملعب احنا نحضر مباريات كثير يعني احنا يوم نحضر بات الامن الامر موجود في الملعب ما يحمينا شلون تبغون اللي ساي يكون في الملعب توقعون الامن بيكون كافي يعني. وهي بيقول يعني السلطان المفروض يقول يعني قبل كل شيء يعني يكون لها تجهيزات قويه جدا بس انا اعتقد في هذا الوضع اللي هو عليه الان جدا في الوضع اللي احنا عنده وانا عجبتني فيس سلطان مساله الشارع الخاص لهم صراحه اي والله هذه لازم منها يعني في ضوابط يعني انا من حقهم يشوفون كرة هذه وجهة نظري انا لكن لازم احنا نحافظ عليهم يعني. لا والله من حقهم وانا سعيد والله في اكثر من اخت اتصلت الان والله اني عجبت في يعني بالافكار الموجوده عندهم يعني بصراحه حسيت انه في ثقافه يعني افضل من اول يعني صار يعني في يعني في في يعني متابعه اكثر يعني صار في محللات يعني انا اتمنى بكره تيجي محلل مع فيصل او مكان فيصل يعني ليش لا يعني مكان فيصل ذي مشكله خلاص فيصل صار جزء لا يتجزا من البرنامج لا عشان هلاوي انا احب دائما ايش ترفع ضغطه لكن بالعكس والله انه اراء والله جدا حلوه ومتابعين طيب الله يعافيك ان شاء الله اسف اسف جدا على الاطاله واتمنى فيصل يخف على الهلال شويه يعني. طيب يعطيك العافيه يعني الفتره دي ايش تكلمت على الهلال شيء غلط ما انا شكرا لك يا ابو عابد يعطيك العافيه حياك حبيبي شكرا. طيب خلينا ناخذ بعض الرسائل. تحيه للاستاذ طيب كابتن فيصل بس ابغى اقول الهلاليين اللي تكلموا قبل شوي وقالوا طفشوا من البطولات المحليه والاتحاد طفش من البطولات الاسيويه لان اخر 8 سنوات هو الفريق السعودي الوحيد اللي نافس عليها واخذناها مرتين وان شاء الله هذه المره اتحاديه البطوله الاسيويه. نواف باب محرز والله نواف يعني ما تقدر تقول في مستوى الاتحاد الآن ما يطمن حتى يتأهل المرحلة الثانية. طيب نواف ولدك اتحاد انت وللحين ما نام عند المدرسة. طيب ويرسل رسائل انا المشكلة الرسائل تحياتا ايضا لعلي السوداني ايضا اسامة سلام سلطان هارد لك بمحرز قلبي معك مبروك الكاس للهلال. دقيقة بقول لك اقول اللي يشوف المرشدي والزوري اتمناهم في النصر. هذه رسالة من وليد السميري اهلا بعودتك يا وليد. اهلا يا وليد يقول لك هارد لك من اعماق قلبي ده خلاص طبطوا علي يعني لازم حتى يعني ايش اسوي عشان طيب طيب مؤيد ايضا وعقاب المطيري تحياتنا لكم اسمعكم ان شاء الله في كثروه بتكونون معنا في الجزئيه الثانيه من البرنامج. انهت اداره النادي الاهلي رسميا اليوم اجراءات انتقال لاعب نادي هجر حيدر العامر لمده 5 سنوات وعقد اللاعب مؤتمر صحفيا مساء اليوم بمقر النادي. حضره طارق كيال مدير اداره كره القدم وذي بدحيم وكيل عمل اللاعب وقدم اللاعب في مستهل المؤتمر. شكرا لكافه الاهلاويين على الثقه الممنوحه له متمنيا ان يقدم المستوى الذي يرضي طموحاتهم فيما قدم عضو او رئيس فيما قدم طارق كيال. شكرها الجزيل لصاحب سمو الامير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز رئيس هيئه اعضاء الشرف بالنادي على تكفله بكامل الصفقه قبل ان يرحب باللاعب الذي اعتبره احد العناصر الشابه والذي ينتظرها مستقبل كبير في الكره السعوديه. ايضا حيدر العامر يجيد اللعب في مركزي الظهير الايمن والايسر وطبعا تعاقدات او التعاقد مع جاء تلبيه لرغبه المدرب جرو اليمن اللي راقب اللاعب واثنى على مستوياته اللي قدمها في الفريق واكد انه راح يكون اضافه للفريق الاهلاوي في المرحله المقبله. حيدر العامر موجود الان في النادي الاهلي صفقه جديده للنادي الراقي. طبعا الاهلي احنا شفناه الان بيسوي صفقات احنا عشان تكلمنا عنده بطولات قادمه عنده الاسيويه بيشارك فيها المفروض يكون عنده أكثر من بديل يعني الآن تكلمنا أكثر من مرة أنه 13-14 لاعب الأهلي يعتمد عليهم مفروض يكون أقل شيء 18 أو 20 لاعب جاهزين إذا يبغوا يشاركوا أو ينافسوا على كل البطولات. فأتوقع أنه هذا تعاقد إذا عن طريق المدرب فالمدرب أدرى من أي واحد إيش يحتاج الفريق هو اللي بيقرأ الملعب بيقرأ احتياجات فريقه فين يقدر يلعب اللاعب هذا
طبعا اكيد يعني شيء موفق اذا المدرب هو مختار لها. طيب فيصل، الصفقات اللي تمت مؤخرا في نادي الاهلي كيف تشوفها بوجهه نظرك بشكل عام؟ انا يا سلطان يعني اللاعب بغض النظر ان الفريق يحتاج، بغض النظر ان الفريق يحتاج لا. الى دعامه ويحتاج الى احتياط ويحتاج الى الكلام المعروف هذا، اللاعبين اللي انضموا هل هم راح يفيدون الاهلي في المرحله المقبله؟ سلطان هذه توفيق بيض الله اول شيء يعني. طيب مستوياتهم مقنعه في فرقهم قبل جبهم الاهلي؟ اكيد مقنعه يعني كلهم اكيد بيلعبوا فرقهم اساسيين وبارزين فعشان كذا طبعا الاهلي اختارهم، واي لاعب في نادي طبعا اي بس ممكن عدم توفيق وممكن توفيق في النادي الثاني. طيب ايضا اعلنت شركه صله الرياضيه ان تذاكر مباراه الاتحاد والشباب ضمن دوري زين سيتم طرحها بنسبه 100% عبر الانترنت، وذلك بعد الانتهاء من عمليه تطوير الموقع ليتمكن النظام الالكتروني من تحميل او تحمل الضغط الهائل والطلبات المتواصله على تذاكر المباريات. سيبدا البيع على الانترنت يوم الاثنين الموافق 30 من يناير ابتداء من الساعه 6 صباحا وحتى الساعه 8 من مساء يوم الثلاثاء عن طريق موقع صله الرياضيه، وذلك بالدفع عن طريق بطاقات الائتمان ومن ثم طباعه التذاكر او عن طريق حجز التذاكر وطباعة رقم الحجز والحصول على التذكرة من منافذ البيع، حيث سيتوقف البيع الإلكتروني قبل المباراة ب 48 ساعة وستكون منافذ البيع مفتوحة لتسلم التذاكر. الخطوات بدأت تتطور أكثر فأكثر فيصل. طبعا احنا بنشوف الان يعني بدأت 30 40 بعدين 50% بدأت ايوه، وهذا الشيء اللي محتاجينه، والمفروض خلاص يكملوا التجربة ويدخلوا عشان تنجح خلاص يتعودوا عليها الناس وتصير ناجحة. باقي إن شاء الله البوابات الإلكترونية في كل المواقع أو في ملاعبنا. طيب أكد وإن شاء الله هذا اللي بتصير قريب. أكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال أن اللاعب الدولي أسامة هوساوي سيبقى مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي بعد أن كان قد اتخذ قرارا بالرحيل في فترة الانتقالات الحالية للاحتراف في أوروبا. وذكر رئيس الهلال عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الكابتن أسامة هوساوي لديه الرغبة باحتراف الكرة في أوروبا كما هو معلوم، ولكنه باق إلى نهاية الموسم مع الهلال، مضيفا بأن أسباب عدم ذهاب أسامة إلى أن كونه يرى أن هذا يخل بالفريق في وسط الموسم، وكذلك لأن سوق الانتقالات في الصيف أكثر اتساعا رغم أن لديه عروض خارجية حاليا. الآن اللاعب لديه عروض، يذكر بأن عقد أسامة هوساوي مع نادي الهلال سينتهي بنهاية موسم الرياضي الحالي. فيصل، الحديث ما زال أخذ وعطى عن أسامة هوساوي، أسامة قاعد أسامة رايح، مع أن الأمور وضحت بشكل في المؤتمر الصحفي حق أسامة أن أسامة خلاص قال حقعد لآخر الموسم. هو ذكر قال احتمال أروح في الفترة الشتوية احتمال أقعد، اللاعب قال أنه لا أنا أفضل أني أقعد لنهاية الموسم عشان ما بي أسوي خلل في الفريق الهلالي، وهو شايف الوضع الآن أصلاً دفاع الهلال يحتاج إلى طبعا أسامة يعني وقف مع النادي والمفروض يوقف مع النادي في الفترة هذه، يعني النادي وقف مع أسامة وحق النادي وحق النادي، والآن يعني أسامة المفروض يكون الآن في الوضع هذا ويتكلم بهذا أنه يكمل مع النادي بظروف نادي الهلال الآن طبعا إصابة المرشدي ما في بديل يعني جاهز، فأتوقع أنه أسامة يعني يكمل السنة مع الهلال، هذا شيء مفروض عليه ويكمل عقده مع الهلال، ويعني أكيد حيكون له فائدة لنهاية الموسم. فيصل، احترافيا اللاعب عمره 27 سنة بيكون قادر على العطاء في أوروبا؟ أنا أشوف أنه أسامة بدون مجاملات يعني أنا أشوف أسامة يفضل هنا أفضل له وأحسن أفضل له هنا. طيب وفي حال عودته طبعا الكثير قال ونفس اللاعب ذكر انه في حال عودته وفشل تجربته الاحترافيه راح اعود للهلال. هو المفروض يعود خلاص اسامه صرنا نشوفه يعني كده في الهلال يعني في طب والقوير اللي تقول ان الاهلي احنا بنسمع يا سلطان كل يوم نسمع شيء كل يوم نسمع اشاعه، انا اتوقع اسامه ما حيترك الهلال بهذه السهوله. يعني اعتقد الهلال ما قصر مع اسامه واسامه طبعا ما قصر مع الهلال، فهم كمان مكملين لبعض. انت قريب من اللاعب ويمكن تعرف تفكير اللاعب نفسه، ما ابغى اقول لك هو ايش قال لك ولا يمكن ما دار بينك وبين حديث حول هذا الموضوع، لكن انت قربك من اللاعب اكيد تفهم تفكير اسامه. ما بتكلم مع اسامه يعني ما في اتصالات كثير ما بس انت اكيد تفهم فكر اسامه بحكم زمالتك معه. اسامه هو اهم شيء عنده يعني الكلمه او الماده؟ لا الكلمه. طيب اسامه لو بس هذا اللي انا كنت ابغاه. شوف اسامه وعيسى
هذا اللي انا كنت ابغاه، هذا اللي كنت ابغى اخذها منك. طيب، وصل الفريق الاول لكره القدم بنادي النصر تدريباته تحت اشراف المدرب ماتورانا، وجاءت البدايه بالجوانب اللياقيه ثم تدريبات خفيفه بالكره، اجرى بعدها مناوره على كامل الملعب طالب فيها اللاعبين بالتحرك السريع والضغط على حامل الكره، وشهدت المناوره تعرض اللاعب الحاج بوغش لاصابه تبين انها عباره عن كدمه في المفصل لن تعيق على مشاركه في تدريبات الفريق يوم الغد، وكان اللاعبين قد تواجد في العياده الطبيه وسيواصل برنامجها العلاجي لمده 3 أسابيع يعود بعدها المشاركة مع الفريق فيما ستكون تمارين الفريق مغلقة اعتبارا من يوم الاثنين. جماهير النصر يمكن تقول وين طقها عوجة. ظروف النصر يعني ما شات على بوغش، وهذا هذه إصابة ممكن يشارك بوغش، بس أنا أتوقع ظروف النصر أكبر من إصابة أو إصابتين أو توقيف. مشكلة النصر يعني إعادة ترتيب أوراق من أول وجديد في الفريق وفي الإدارة. طيب فيصل، النصر يعني الآن أنت ذكرت أنه يحتاج تدريب، خلينا نتكلم عن الجانب الفني. المدرب سيد ماتورانا بعد مباراة الهلال كان في امتعاض شديد منه على لاعبين النصر، وذكر أن اللاعبين لو بيدني أغير 11 لاعب في ذيك المباراة راح أغير ال 11 لاعب. الآن بدأت تختلف أسلوبه التدريبي مع لاعبين النصر، يعني صار أنه يحاول يلعب الكرات السريعة القريبة، الضغط على حامل الكرة، يمكن هذه الأشياء اللي كانت مفقودة في النصر في الفترة السابقة. احنا هذه شفناها في أول كم مباراة، بعدها ما شفنا النصر بيطبق هذه الأمور كلها. صار بيلعب النصر رجع للفترة القديمة، رجع للعبه أول يعني زي ما كان يسوي أول أيام كوستس، وهذه ترجع للاعبين. اللاعبين ما هم يعني ما هم قادرين يسووا أي شيء مع النادي. طبعا النصر يبغاله إعادة. أنا في المتصل اللي قبل شوي قال إن النصر فترة تجديد، أنا ما أشوف فترة تجديد. فترة زي ما هي، التجديد بعد 3-4 سنوات تلقي ثمارها. النصر الآن يمكن أكثر من 4 سنوات 5 سنوات بنشوفه في نفس الوضع خارج المنافسة، وهذا ما يرضي جمهور النصراوي بصراحة. فأتوقع أنه المفروض النصر يغير آلية الآن، حتى في التعاقدات المحلية حتى في التعاقدات الأجنبية يكون لهم طريقة جديدة، آلية جديدة هي اللي يمشوا عليها بصراحة. طيب، أيضا وصل مساء اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض المحترف البرازيلي ليناردو باريوس، وكان في استقبال رئيس النادي الرائد الأستاذ فهد المطوع، وسيلتحق اللاعب بتدريبات الفريق يوم غدا الاثنين على صعيد تحضيرات الفريق الأول للقاء نجران. أجرى الفريق حصة تدريبية مساء هذا اليوم على ملعب النادي، وابتدأ المران بتمارين الإحماء، بعدها تمارين لياقية، بعدها قسم المدرب التونسي اللاعبين إلى مجموعتين وأجرى كل مجموعة تدريبات تكتيكية خاصة. فيصل، اللاعب ليوناردو باريوس أجنبي جديد في الاتفاق في خط الرائد راح يكون إضافة للفريق في الخط المنتصف. والله حسب مستوى، يعني احنا أمس تكلمنا عن هذا الموضوع، أي أجنبي بيجي بياخذ محل ممكن لاعب محلي يكون أفضل من الأجنبي في المستوى. احنا أهم شيء الاختيار والتأقلم اللاعب الأجنبي والفائدة منه، أما أنه يجي لاعب أجنبي بس بالاسم أنه أجنبي ومستوى أقل من السعودي هذه مشكلة. طيب، أيضا اضطرت إدارة نادي التعاون إلى نقل معسكر الفريق الكروي الأول بمحافظة البكارية إلى بريدة، وذلك لعدم توفر حجوزات سكن في فندق رمادة البكارية الذي استعد استقبال بعثة فريق كرة القدم بنادي الأهلي، الأمر الذي دعا التعاونين للعودة إلى بريدة وإقامة المعسكر المغلق هناك. على أن ينتقل اللاعبون يوميا إلى الملعب النادي الأمل لأداء التمارين اليومية في مسافة تقدر بمئة كيلو متر ذهابا وإيابا. أيضا على صعيد التدريبات اليومية أدى فريق الكروي الأول تمارينه اليوم على فترتين صباحية على أرض ملعب نادي الصقر بمحافظة البصر، أيضا واشتملت تدريباتها تدريبات لياقية وتكتيكية ومسائية على أرض الملعب الرديف في نادي الأمل، اشتمل أيضا على نفس التدريبات التكتيكية استعدادا لمواجهة الأهلي القادمة. أيضا عن اللاعبين المصابين، شخص الدكتور سالم الزهراني إصابة اللاعب المغربي صلاح الدين عقال بقطع في وتر مفصل القدم، الأمر الذي يؤكد غيابه عن تمثيل الفريق أمام الأهلي، فيما شخص الدكتور سالم الزهراني إصابة اللاعب فيصل السلطان بكدمة بسيطة في الركبة وحاجة للراحة لمدة 4 أيام. من جانبه، المركز الإعلامي في نادي التعاون ينظم في 6:30 من مساء يوم الغد مؤتمرا صحفيا لمدرب الفريق الأول واللاعب ياسين حمزة، وذلك الحديث عن مواجهة التعاون الأهلي التي ستقام يوم الخميس المقبل.
فيصل يعني يمكن من أكثر الأندية اللي تعاني في هذه المرحلة نادي التعاون، ملعب يدربون عليه، معسكرات يقيمونها تجد فيها صعوبة. المشكلة ما هي في الإدارة، المشكلة في الوضع، في وضع الإيرادات، الإيرادات أو الظروف المادية اللي تواجه نادي التعاون. الإدارة جالسة تعمل على أكمل وجه أو قدر المستطاع أنها تلبي احتياجات أو أولويات النادي، لكن المشكلة في الموارد المادية أو المالية اللي تجي للنادي، خلاهم يتنقلون ما بين سكن لسكن، خلاهم يتنقلون معسكر لمعسكر، مسافات طويلة يقطعونها اللاعبين بس عملية إجراء تمرين. نادي الأمل يلعبون في ملعب الرديف، ونذكر المشاكل اللي كانت في البداية عنها. أيضا الآن لاعبين مصابين، تتكلم عن صلاح الدين عقال، تتكلم عن فيصل السلطان مهمين. الوافد الجديد في الفريق. طبعا هذه الموارد المشاكل كانت من قبل فترة ومن أول موسم. الملعب، الموارد المالية، مو بس نادي التعاون، الأندية كلها المتواجدة، الرائد، الفيصلي، كلها اللي ما لم يراها أي شركة، فهذه هي سببت مشاكل يعني للنادي، مشاكل أكثرها طبعا هي الأساس مادية. هذا اللي تسبب يعني أي ظرف سيء لأي فريق، المشاكل المادية. فأتوقع من نادي التعاون الآن أنه يكمل خلاص، على لازم يحارب الظروف اللي هو موجود فيها، ما يستسلم عشان يكمل ويشوف. يعني هو مر بظروف مشابهة لهذه الظروف وصارت له مشاكل، وانتقل معسكر من البكارية للقصيم. نتمنى من نادي التعاون انه يكمل، هذه الظروف حتفضل مدام ما في مادة، حتفضل هذه الظروف، يكمل على هذا المنوال زي ما يقولوا وخلاص. يعني لازم حيجار الظروف هذه، الظروف اللعيبة، اي نادي بيعدي بظروف اصابات، ظروف محترف، اهم محترف عندهم مصاب، اللاعبين مصابين، خلاص كده. انا اتوقع رئيس النادي كده يعني سمعنا عن بدر خميس ممكن يعار لأي نادي، ما أعتقد أنه الآن هيقدر يستغنى عن بدر خميس عشان هتسبب له إشكالية. طيب يمكن الإعارة هذه تجيب له موارد مالية، هتجيب له موارد مالية بس هتخفف قوة فريقه. أول موارد مالية محتاجها عشان الفريق يفضل في الممتاز، مو عشان يجي يهبط الفريق ويصير لا كسب اللاعب ولا كسب الفريق. فبدر خميس لو في هذه المرحلة ما في السلطان وعدم تواجد قال، فأتوقع حيكون خسارة كبيرة للفريق. هذا نتمنى نشوف التعاون. طيب. عشان كمان جمهوره ما حيرحم ترى التعاون. طيب خلنا نشوف طيب اللاعبين الموقفين على الجولة المقبلة قبل أن نأخذ اتصالات الجماهير. طبعا تعود عجلة دوري زين الدوران يوم الأربعاء المقبل بعد توقف دام الأسبوعين لإقامة الدورين ربع ونصف النهائي لبطولة كأس سمو ولي العهد. إلى أن البطاقات الملونة ستجعل 7 لاعبين يواصلون التوقف في الجولة 18 من دوري زين السعودي للمحترفين، ذلك استنادا للقائمة الرئيسية أو الرسمية اللي يصدرها موقع إحصائيات الدوري السعودي، وذلك في المقابل هناك 64 لاعب تحت تهديد الإيقاف في حال حصولهم على الكرت الأصفر الثالث في الجولة القادمة. لاعبين الموقفين على الجولة المقبلة من الاتحاد صالح الصقري ومحمد أبو سبعان، أما أبو سبعان راح يغيب 3 لقاءات، أيضا أبو الصقري راح يغيب بسبب 3 بطاقات صفراء، راح يغيبون عن مباراة الشباب المقبلة. ماجد فرساني من الرائد راح يغيب عن النجران، أيضا يحيى المسلم من الرائد راح يغيب عن النجران، أحمد العسيري من الأنصار راح يغيب عن مباراة الاتفاق، كارلوس سانتوس من الانتفاق راح يغيب عن لقاء فريقه أمام الأنصار، كيمو سيسوكو من الفتح راح يغيب عن لقاء القادسية المقبل. المهددين بالإيقاف من الهلال سعد الحارثي، أسامة هوساوي، ماجد المشدي، محمد نامي، سلطان البيشي، أحمد الفريدي، ويوب يونغسو من نجران، طلال عسيري، بندر مساعد، عزيز حمسل، وأحمد مفلح، وإبراهيم الكعبي، وجهاد حسين، وناصر الصيعري. أيضا من نادي الاتحاد راشد الرهيب، محمد نور، محمد منتشري، محمد الراشد، مشعل السعيد، عدنان فلاتة من النصر، وريان بلال، وابراهيم غالب، وخالد الغامدي، وعبد العزيز فلاتة، كامل الموسى من الاهلي، وجفين البيشي، وفيكتور سيموس، وعماد الحسني، ومارسيلو كاماتشو، وايضا من نادي الشباب وليد عبد ربه، وعبد الملك الخيبري، وجيباروف هم من نادي الشباب. الاسماء يمكن قويه في نادي الشباب، نادي الهلال، نادي النصر، نادي الاتحاد. هو اللي يعني سعد الحارثي متى لحق لعب، متى لحق يتهدد اخذ بطاقتين، يعني بطاقتين هي صعبه. يعني سعد ما لعب مباراه كامله، لعب
لعب في مباراتين ايوه اخذ هذه صعبة على سعد ومهاجم يعني زي سعد لازم يهدي اصابه شوي مستغرب انت الموضوع يعني ايوه مستغرب كل لاعب مندفع انا لما انت لما قلت سعد الحارثي استغرب طيب اذكر مستمعينا برقم التواصل عندنا قبل ان ناخذ الاتصالات اس تي سي 84 7700 وموبايلي 640 660 وزين 7462 اللي بيتواصل معنا عن طريق الهاتف يرسل برا 18 اسمه ورقم تليفونه والكنترول ان شاء الله يرجع يتواصل معه. متى بتكون مباراة النهائي للهلال والاتفاق؟ مباراة الاتفاق الجمعة مو هذه اللي بعدها اي بالضبط. ايضا حنا الزعيمة تقول يا ناصر رحمه فيصل ترى وحداوي صميم تحياتنا لك يا حنا. سلطان لا تمدح أحد طيب إن شاء الله يا رهف. أيضا سهران عشانكم وانتظر اتصالاتكم وتكرمتوا يا كنترول. مؤيد الزهراني أبشر إن شاء الله يا مؤيد. أنتو خليل القحطاني إن شاء الله أرقامكم في الكنترول. أيضا صباح الخير والورد لكم سلطان وفيصل. وش توقعات سلطان وفيصل لمباراة القادمة؟ وأشكركم وتحياتي لكم. دعاء من القصيم أي مباراة طيب يا دعاء. أيضا عاجل الأهمية سلطان ممكن أشارك؟ طيب أبشر إن شاء الله. علي الشهراني أيضا تحياتنا لك. وصالح البلوي إن شاء الله أسمعكم كلها في الكنترول. نروح الفاصل صغير ونرجع بعد ناخذ اتصالاتكم إن شاء الله. خلك على الموجة السعودية ألف ألف أف أم السحر يضيع أمور يعني بأمانة ما نتمنى أن نشوفها انتقام بين الجماهير وتعدي على الحكام وأمور يعني يعني حتى يمكن بعاداتنا احنا ما تعودنا على اموره. في النهايه الكوره هي تسلي يعني والواحد من الفريقين حيفوز وواحد حيخسر خاصه اذا كانت مباراه كاس او وبنهايه الدوري فريق حيفوز نقول للفائز مبروك ونقول للباقيين يعني اتمنى لهم حظ اوفر. والله هي كلام جميل وانا من جد يا سعد اتمنى ان هذا الشيء يصير. يعني انا هذه الرساله اتمنى للجميع سواء صحفيين سواء يعني امور كثيره. والله الكوره متعه يا اخي. أنا هي متعة وتسلخ يعني ليش ما نأخذها من الجانب الحسن يعني ليش دائما نركز على الأمور اللي تثير المشاكل تروح الملعب يا أخوي تشوف جماهير بعد المباراة يا ملاقط يا طقاق مثل اللي صار يعني في المباراة الأخيرة الجمهور عشان ملعب تقسيم وين نقعد طقوا هذا الكلام. بعدين إحنا لازم نكون قدوة للناس ما نروح نقول شوفوا برا إيش يسوون لا إحنا لازم يعني نعطي صورة حسنة عشان الناس تقول شوف ايش قاعد يصير يعني في الملاعب السعوديه وفي اتمنى ان الجميع ينظر لها من هالناحيه يعني بالنهايه الكره لو نظرت لها فيها عده امور لو نظرت تحكيم يعني في امور كثيره في اخطاء لكن انا يعني كذا ودي اقول انه بدايه انا بوجهه نظري انه بدايه سبب هالمشاكل كلها هي يعني الاتحاد السعودي لكره القدم للاسف يعني واللجان الموجوده فيه في اخطاء سواء لجنة الانضباط لجنة الحكام يعني شفنا صرنا نشوف أخطاء متكررة من 10 سنوات لليوم وكل ما جت لجنة نفس الأخطاء تلقى مثلا عضو اللجنة ورئيس اللجنة لما يكون برا تسمع أفكاره وينتقد لما يجي في اللجنة يسوي أخص من اللي قبله هذا يعني صح نتمنى منهم طيب أنت مدام عندك أفكار ليش ما تطبقها على أرض الواقع أنا ما ودي أخصص أسماء معينة في لجنة الحكام عندما يجيك في بالبرامج كانوا يحللون تسمع أمور وتقول هذا أفضل يا ليت هذا اللي يمسك ها إيه فلما يجي يمسك تروح على الأمور هذه يعني أنا يعني متأكد إن الحكام بالنهاية في أخطاء ولكن كمان الحكام ممكن تصير عليهم ضغوط إحنا ما ندري عنها يعني أحيانا تصير أمور على الحكام وصارت قبل كذا وشفناها لكن إحنا لازم نأخذ الأمور من 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 الوجه الحسن يعني دائما إن الحكم بالنهاية الأخطاء موجودة في كأس العالم شفناها بكل مكان موجودة يعني شغلة حكم يخطي يروح اللي يكسر بيته واللي يعني أمور وصلت لدرجة يعني ما تتناسب يعني مع متعة الكورة أو إن الكورة بالنهاية للتسلية والمتعة يعني يا أخوان الجماهير اللي أنا يعني أوجههم رسالة إنه الهلال لو نظرنا على مر التاريخ هو أكثر نادي استفاد من أحكام من أخطاء الحكام على مر التاريخ كله فلما يجي حكم أو يخطي مثلا قاموا الدنيا كأنه الدنيا ذاك اليوم قامت يعني فالأمور ما تنوخذ بالشكل هذا كل الأندية طيب. تعرض لأخطاء حكام وكل الأندية يعني يمكن الكابتن فيصل معنا وجالس يعني في الساحة الرياضية فترة طويلة وعاش هالأمور يعني فما هي نهاية العالم يعني.
ممتاز. اتمنى يعني من الناس تنظر لها من الناحيه. الامر الثاني يعني اللي نتكلم فيه بس الله يرضى عليك سعد نختصر عشان وقت البرنامج ترى خلص صار له 3 دقائق ما اطول عليك. انه بالنسبه للقرارات لجنه الانضباط انه يعني انا بعلق على شيء في مباراه هجر والهلال لاعب الهلال الكوري دخل في وجه الحارس الهجر صح ولا لا؟ ما شفنا عقاب له يعني فمعناه ما في دقه يعني في اختيار الاخطاء. تشوف اخطاء يحاسبوا عليها اخطاء ما يحاسبوا عليها. نتمنى ان الكل تحت المجهر يعني احنا ما نزعل. يقول لك الظلم في الشويه عاد الظلم عاد في الشويه زي ما انه انت اعد خل المقياس واضح للجميع يعني انه اي لاعب يخطي موجوده في المباراه انه اخطا سواء شاف الحكم او ما شافه لازم طيب. يتعاقب طيب. ممتاز. اما انه لاعب يتعاقب ولاعب ما يتعاقب وضحت الصورة يعني يا سعد. هذا الشيء يعني أتمنى أني ما أكون طولت عليك. وضحت الصورة أنها تكون يعني لا من ناحية طولت بس تمون. أتمنى أنها تكون رسالة للجميع بأمانة يعني سعيدين بالكل. وأتمنى أن الناس ينظر للكورة بأنها متعة وبعيدة عن الأمور. وأتمنى ما نشوف هالأمور لا من المتصلين ولا من غيرهم. والله بالفعل هذا ما نتمناه. يعطيك العافية يا سعد. كمان الاتحاد السعودي أتمنى من لجان الاتحاد السعودي أنه الآن الناس ما عاد زي أول. الآن أن أصغر شخص في الشارع ممكن يحل له كل شيء يعني. نتمنى للجميع التوفيق ولك تحية لك. شكرا لك سعد. كابتن فيصل مسلم صوت نتمنى لك يعطيك العافية سعد شكرا لك. طيب ناخذ آخر اتصال اليوم يعني بس عشان موجود على الخط عقاب ولا وقت برنامجنا خلص. عقاب حياك الله يا عقاب صباح الخير. أنا أصغر عقاب قفل الراديو تكفى بس اسمعنا من التليفون. عقاب اسمعنا من التليفون تكفى. صعب تنتظر كل ذا الوقت وينقطع الخط. دحين حيرد دحين خلاص عقاب يلا تراك آخر اتصال معنا اليوم وطولنا عليك وطولت علينا بعد. عقاب معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام عقاب ما بغيت تطلع على الهواء. لا والله مشغول شيء في السيارة كذا. الله يعينك شوف معك البزران والعيال الله يعينك. أحب أتصب عليك أخوي سلطان. حياك الله حياك الله الله يرضى عليك. وأحب أتطرق موضوع محمد سبعان. ما أدري كم توقف مباراه. 3 مباريات. 3 اي نعم والله قليلة صراحة. انت شو تشجع فريق؟ انا والله هلالي وافتخرني هلالي. هذا اولا. واحب اشكر اخوي فيصل على ثقته في الفريق الهلالي. الله يخليك. عشان اتوقع يعني تاخذون الكاس؟ لا مو توقع تغير الهلال. لا اخوي مو مسألة توقع هذه مسألة توفيق عند الله سبحانه. انا اتمنى فوز الهلال بمجهود الشباب اللي قاعدين يلعبوا 3 مباريات على ما اعتقد مباراة الاهلي مباراة النصر ومباراة الاتحاد صح ولا لا؟ كان المجهود اعلى ممتاز. زين واحب اقول لاختي حمد المتصل قبل شوي ايش تبغانا نسوي اللاعب محمد سبعان؟ يعني نفرش له الورد الارض ورد ولا ايش؟ يوم سوى اللاعب ردوي الحركات هذه طالبوا شطبه. وأسامة المولى توقف 4 مباريات عشان بس لكم الكرامة. مو هذا دعس على ظهر اللاعب نواف بغى يوديه في خبر كان. صح لا أخوي فيصل؟ احنا تكلمنا عن هذا الموضوع انه دعسة قوية. انا والله ما سمعتك يوم تكلمت في الموضوع. لا تكلمنا وقلنا انه اذا كان معنا في الجزيرة الاولى من البرنامج. لا والله انا توني طالع السيارة قبل يمكن ربع ساعة من الان. لكن ما احب اطول عليكم واتمنى الفوز للهلال. واحب اقول لهاردريك لاخوي فيصل ونجم السلمي. طيب يعطيك العافيه يا عقاب. شكرا لك شكرا لك. طيب خلينا ناخذ بعض الرسائل اللي وصلتنا على الاخير فيصل عشان لا يزعلون علينا بعد مثل حقنا الرساله. اخ فيصل الحزن واضح على صوتك انتبه لصحتك بعدين يجيك سكر وضغط. طيب وليد السميري كان جانبين سواها يقول لك يعني لو أنا مهتم في هذه الأمور أو أنا أشجع نادي أو كان جانا السكر والضغط من زمان هجين ما يا أنا شوف أنا دائما أتمنى كاميرا عندنا هنا. ليش؟ سببين. سبب بيكم تشوفون فيصل وش يسوي هذا واحد. والشيء الثاني أبيكم تشوفون وجهه يعني ترى دائما يضحك ما شاء الله عليه. الله يعطي العافية والنعم فيك يا فيصل والله شهادتنا فيك مجروحة. هذه حنو الزعيمها جاك الدعم على طول. صالح بلوي أعتذر منك أنت وشاهين الجميلي وكل اللي ما قدرنا نأخذهم معنا على الخط لكن إن شاء الله تكونوا معنا في الأوقات القادمة إن شاء الله من برنامج برا 18 اللي يجيكم من السبت
إلى الثلاثاء في تمام الساعة 11 مساء. أي صباح الخير سلطان وفيصل. الهلال ما أخذ إذا ما أخذ بطولة ترى عيون الجماهير الغير هلالية. بصلوا على رسول الله وقولوا ما شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تصبحون على ألف ألف خير. شكرا لك فيصل وتقبلوا تحيات أيضا أحمد الحاسكي مخرج هذه الحلقة صار رسمي معنا في البرنامج دائما. تصبحون على ألف ألف خير. تقبلوا تحيات تقبلوا تحياتي أنا سلطان الغشيان. نشوفكم إن شاء الله يوم الغد في أمان الله. خلك على الموجة السعودية ألف ألف أف أم.